بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بقية الأحاديث الواردة في الباب 55 من الكتاب 64 كتاب المغازي، وكانت الأبواب متعلقة بفتح مكة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام البخاري في صحيح الحديث 50 بعد 304,000. قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم عن أبي عثمان، قال: حدثني مجاشع، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخي بعد الفتح، قلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها، لأن الهجرة أولا كانت هجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وقد صارت مكة دار إيمان، فما بقاش في هجرة، خلاص انقضت الهجرة. عشان كده لما جاي بقى على الهجرة بعد فتح مكة، قال له: الهجرة انقضت خلاص، بقت مكة دار إيمان. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقلت: على أي شيء تبايعه؟ على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت أبا معبد بعد، وكان أكبرهما، فسألته فقال: صدق مجاشع. وعنه به قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، قال: حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود: انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه على الهجرة. قال: مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. وعن أبي قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعب عن أبي بشر عن مجاهد: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة ولكن جهاد. يعني ما اسمهاش بقى هاجر إلى الشام، دي مش هجرة، ده أنت تروح الشام تجاهد، لكن الهجرة انقضت خلاص، بقيت بتنتقل في بلاد المسلمين من بلد مسلمة إلى بلد مسلم، فهمت؟ فده بيبقى إيه؟ يخرج بقى للجهاد في الأرض، إما لطلب الرزق الحلال أو لطلب العلم أو لجهاد الكفار على ثغور الإيه؟ الإسلام. وثغور الإسلام هي الأماكن الحدودية التي تحد بيننا وبين الكفار المحاربين. إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك، فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. يعني روح شوف، لو المسلمين محتاجين مجاهدين هناك اعرض نفسك، ما لقيتش ارجع بلدك وعيش حياتك وأصلح فيما أقامك الله فيه. وقال النضر: أخبرنا شعبة، قال: أخبرنا أبو بشر، قال: سمعت مجاهدا، قلت لابن عمر، فقال: لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وعنه به قال: حدثني إسحاق بن يزيد، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله، ومجاهد بن جبر كان مشهور بالتفسير، تمام؟ لما تيجي تعرف التفسير قال مجاهد، قال مجاهد، قال هو ده مجاهد بن جبر، فهمت؟ عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح.
والحديث هنا موقوف على سيدنا عبد الله بن عمر، لكنه مرفوع في ايه، في رواية اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان قول الصحابي نسميه موقوف، وقول النبي نسميه مرفوع، وقول التابعين نسميه مقطوع، ودي مصطلحات بس عشان نفهم الفرق. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة، فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، يفتن عن يعني يترك دينه الذي اختاره، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. وعن أبي قال يعني نية خالصة لله وطيبة، وجهاد يعني اجتهاد في الطاعة والعبادة ومجاهدة النفس ومجاهدة العدو. وعن أبي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله، يعني بتحريم الله، لا حرام بحرام الله يعني بتحريم الله، إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها يعني لا يثار من مكانه وإيه ويقلق من مكانه، يعني حتى لو انت ماشي وشايف حمام واقف ولا حاجة امشي بعيد عشان ما تطيروش، شوف تأدبا حتى ما لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها، ولا يقطع يعني يعضد يعني يقطع، ولا يختلى خلاها، ولا يختلى خلاها يعني ما تتملكش الأماكن العامة للناس فتقعد في الممرات وتمنع الايه سيولة المرور في الأماكن المزدحمة، زي ما الناس بتعمل في الحج، يختاروا الطرق اللي الناس ماشية فيها ويقعدوا ويفرشوا ويجيب فطار ويجيب لك بضاعته ويبيع فيها، وتبقى الناس متكدسة وتقع فوق بعضها. ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها، يعني والحاجة اللي ايه اللي تجدها في على الأرض ما تاخدهاش متملكا إياها، لا يحل لقطتها يعني ما تجده واقعا على الأرض مما هو له قيمة إلا لمنشد، ولكن ما تاخدهاش إلا لو بتعلن عنها وتبحث عن صاحبها. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنه لابد منه للقين والبيوت. الإذخر نبات طيب الرائحة، كانوا يستعملونه الحدادين يوقدوا به النيران، ويستعملوه البنائين يعرشوا به سقوف المنازل تقوم يعطي رائحة طيبة في البيت. فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لابد منه للقين، القين اللي هو الحداد، والبيوت في تعريشها يعني في وضعه في سقف البيوت حتى يعطي رائحة طيبة. فسكت ثم قال إلا الإذخر، كأنه سكت حتى انتظر أن يسمح الله له، فسمح الله له فقال، كأن النبي لفظه الوحي متعلق بلفظه صلى الله عليه وسلم، فإنه حلال. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. حنين ده وادي بين مكة والطائف، حنين اسم وادي بين مكة والطائف،
على طريق كده عرفات، في اتجاه عرفات، خرجت إليه هوازن بجيوشها بعدما علمت أن رسول الله فتح مكة، فجمعوا أنفسهم. مالك إيه اللي هو زعيم من زعماء هوازن، وهي قبيلة من قبائل العرب اسمه مالك بن عوف النصري، جمع كل قبائل هوازن، واجتمع معاه كمان قبائل ثقيف اللي هم بتوع أهل الطائف، وخرجوا في 4000 مقاتل ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمهم أنه فتح مكة. فخرج النبي بعد انتهائه من فتح مكة في 6 من شوال متوجها إلى وادي حنين ليلقى هوازن قبل أن تدخل على مكة. فده كان سبب الغزوة. النبي لم يبدأ أحد بالقتال، ولكن النبي كان باستمرار يقاتل المعتدي الذي يستعد لقتاله، ولو لم يقاتلوه ما كان رفع سيفا صلى الله عليه وسلم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليصد هذه الهجمة الكبيرة. خرج هو دخل مكة 10000، بعد فتح مكة انضم إليه 2000 فبقوا 12000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فالكلمة دي أوجعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن القلة والكسرة هي التي تحدد من الغالب، الذي يحدد من الغالب هو الله. فهذه الكلمة أوجعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا امتحنهم. وكانت هوازن رماه شداد في الرمي، فرموا أسهمهم فإيه فتراجع الجيش، ولم يثبت مع النبي إلا القلة، وتم النصر بالقلة مش بالكثرة. معظم الكثرة تراجعت، علشان يعلموا أن الذي ينصرهم هو ربهم، وليس كثرتهم ولا عددهم ولا عدتهم. وعلشان كده بيقولوا يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 59 بعد 300 و4000، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيدي ابن أبي أوفى ضربة، قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثر ضربة، أثر جرح في يده، قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قلت شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك وقبل كذا كمان شهدت حاجات تانية. هي دي حنينة، هي دي أول حدا، لا قبل ذلك في كتير، في الحديبية بقى وفي حاجات كتير حضرنا مع النبي. وعنه به قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي. لحسن نفتكر إن النبي كمان تراجع، النبي كان لا يتراجع، كان أقرب الناس إلى العدو إذا تراجع الناس. ده ربنا قال له فقاتل في سبيل الله ولا تكلف إلا نفسك، لو خرج منفردا لقاتل صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الخلق. فبيقول له توليتم بقى يوم حنين؟ فخاف سيدنا البراء لا يفتكر ان النبي ممن تولى ايضا ورجع تراجع، فابتدى الاول يدفع عن ايه؟ عن حال النبي. يبقى اهم حاجه انك انت تدفع عن النبي كل نقيصه الاول، وبعد كده اتكلم زي ما انت عايز. فقال له ايه؟ اما انا فاشهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن. رشقتهم يعني بايه؟ بالرماح، بالاسهم. وأبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي، أسلم يوم فتح مكة، خرج مع النبي يقود ناقة النبي وإيه وفي هوازن، آخذ برأس بغلته، والنبي كان راكب بغلة ساعتها، آخذ برأس بغلته البيضاء يقول، والنبي بيقول إيه؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ومتوجه إليه صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ونسب نفسه لعبد المطلب. لماذا ولم ينسب نفسه لأبيه القريب؟ لأن أبوه القريب عبد الله مات صغيرا، مات عنده حوالي 21 سنة بعد ما تزوج بأمه ودخل بها، مات في رحلة الشام وهو راجع، ومات ودفن في المدينة، فما اشتهرش عند العرب. إنما عبد المطلب عاش لما باع عمره 120 سنة، فكان مشهور عبد المطلب، كل قبائل العرب تعرفه، عشان كده نسب نفسه لجده لأن لشهرته، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكون النبي يقول عبد المطلب في حنين 8 هجري في شوال،
ودي من اواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وليست اخرها، لان لسه هتيجي اوطاس بعد كده وهتيجي تبوك بعد كده. يدل على ان التسمية بعبد النبي صحيح، خلافا لمذهب اهل الوهابية ومن خالفه من ومن وافقه من الجهلة، يقول لك اسم عبد النبي غلط. لا يا سيدي، ما هو النبي قال انا ابن عبد المطلب، والمطلب مش من اسماء الله. المطلب ولا النبي؟ اما تقول عبد المطلب ولا تقول عبد النبي، ايهما ارقى؟ فهمت بقى ازاي؟ فدل على ان عبد المطلب اسم صحيح، ولو كان اسم خطا لكان النبي قال انا ابن شيبه الحمد، كان اسمه شيبه الحمد، لكن ده اسم عبد المطلب، ده اسم شهره. فكون النبي يقر هذا الاسم دل على صحته، ويبقى عبد هنا بمعنى خادم. عبد هنا بمعنى خادم بالمعنى المجازي مش بالمعنى الحقيقي. لكن الوهابية لما مشوا خلف ابن تيمية وأنكروا كل معاني المجاز، فقال لك عبد النبي اسم غلط، وعبد الرسول ده اسم غلط، اسم شرك، درجة لو عملت عقد عمل واسمك عبد النبي يقول لك لا روح غير اسمك واكتب عبد رب النبي وتعالى نتعاقد معك. إلى هذه الدرجة الغباوة المعهودة عند الوهابية، واخد بالك؟ لكن لا، لم يقرأوا الأحاديث. لو قرأوا الحديث لعلموا أن هذا اسم صحيح، وأن عبد المطلب وعبد النبي، العبد هنا بمعنى الخادم، وهي اسم مجازي وليس العبودية الحقة اللي هي المقصودة لله. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أما النبي فلا، كانوا رماتاً. فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماة، وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي عن بغلته. ليه نزل عن بغلة النبي؟ لأن أبو سفيان بن الحارث خايف على النبي، النبي قاعد بيحفز البغلة إنها تمشي في اتجاه العدو بساقيه هكذا. وسفيان بن الحارث خايف على النبي لأن ابن عمه ولسه أسلم جديد، فبقى ماسك بإيه؟ باللجام بتاع البغلة حتى لا تطوع النبي في الإسراع. فالنبي راح نازل على أقدامه وترك البغلة وتقدم صلى الله عليه وسلم، أشجع الشجعان صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسورة ابن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين بعد ما انهزموا أسلموا، وفد منهم أسلم وجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من ضمن وفود هوازن كانت قوم حليمة السعدية اللي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. هم أسلموا متأخر، مش أسلموا على طول، لأن النبي لما جمعوا الغنائم حصروها، والنبي راح وادي جعرانة طلع عمل عمرة ورجع على ما يجمعوا الغنائم، فمرت أكتر من 10 أيام. وبعد ال10 أيام دي تيجوا تسلموا؟ طب ما أسلمتوش ليه من ساعتها؟ أسلمتوا بعد ما حازل المسلمون الغنائم وأصحرت ملكا لهم، فإزاي تيجوا تقولوا لنا إحنا هناخد غنائمنا تاني؟ تاخدها لكم إزاي بعد ما حازوها؟ كنتوا أسلمتم الأول قبل أن يحوزوها. فهمت إزاي؟ تأخروا عليه. جايين بقى بيقولوا له لا رد لنا السبي بتاعنا، والسبي بتاعهم كان إيه؟ كان حوالي 6000 امرأة وطفل. ده السبي بتاعها، وكانت الغنائم بتاعتهم 24000 جمل. شوف 24000 جمل و 40000 شاة و 4000 أوقية فضة، دي كانت الغنائم بتاعتهم.
قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، يعني معي هؤلاء الناس كلهم منتظرين أن يتملكوا هذه الغنائم وقسمها عليهم وقد حازوها، وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، يعني أنا هشفع لكم عندهم وخدوا واحدة من الاثنين، ما تاخدوش الاثنين، ما تاخدوش السبي والغنائم، وأنا أشفع لكم عند هؤلاء بعدما حازوا الغنائم وتملكوه. فهمت؟ اختاروا يا إما السبي اللي هم النساء والأطفال، أو الغنائم اللي هي الأموال والإيه والحيوانات. إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم، يعني استأخرتكم، ده أنا اديت لكم فرصة طويلة، ما رضيتش أقسمها على طول. يعني اديت لكم فرصة أنتوا اللي تأخرتم. وقد كنت استأنيت بكم، وكان أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، لأن أهلهم بقى هيختاروا النساء والأطفال، فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني يا إما تتنازلوا، يا إما اللي عايز يتمسك بحقه يتنازل عن هؤلاء ونديله حقه في أول فيء يجيلنا بعد ذلك. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. طبعا الصحابة كانوا يسارعوا في مرضات النبي على طول. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. الرسول قال لهم: لا، أنا مش عايز موافقة جماعية، يمكن فيكم ناس مستحية، كل مجموعة تروح للعريف بتاعها وتتكلموا براحتكم وتقولي بعد كده، علشان ما يبقاش فيه إحراج. فهمت إزاي؟ حتى لا يؤخذ مال مسلم بسيف الحياء، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. وعن أبي قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، حدثني محمد ابن مقاتل. خد بالك، رجع بإسناد تاني جديد من أول، كأنه وقف عند الحتة دي، حا كأن في حا بس ما كتبهاش، أحيانا ما يكتبوش الحا اللي هي تحول الإسناد اختصارا. قال: حدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله اللي هو المروزي، عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. كان سيدنا عمر كان نذر قبل إسلامه أن يعتكف يوما في الكعبة، فسأل النبي الموضوع ده بعد ما رجعوا من حنين، فالرسول قال له: وفي بنذرك. ليه؟ لأنه نذر طاعة جاء الإسلام بها أيضا. فهمت إزاي؟ فهل يجب عليه الوفاء ولا يستحب له الوفاء؟ الراجح أنه يستحب الوفاء، لأنه لا ينعقد النذر حال الجاهلية، لأنه ليس أهل نية، لا ينعقد نذرا. طب وليه النبي قال له وفي؟ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، واضح؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعضهم: حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين
قد علا رجلا من المسلمين، يعني لقى واحد من المشركين متمكن من واحد مسلم وهيقتله، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يعني لما جرحه جرح كبير وهو لسه بقى فيه حركة الذبيح هيموت، ضم اللي ايه اللي ضربه، ضم صدره وتقلصت اعضاؤه وهيموت وهو ضمه كده، بيقول لدرجة انه كان هيخنقني كنت هموت. فقطعت الدرع واقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، يعني كاد ان يموت، ثم ادركه الموت فارسلني الحمد لله. فلحقت عمر فقلت ما بال الناس، ليه بيتراجعوا، ما بال الناس؟ قال امر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعركة فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. الرسول بيقول لهم ايه، بيشجع بقى اللي ايه اللي قاتلوا في المعركة، قال كل من قتل قتيلا وعليه بينة يعني دليل شهود ياخد سلبه، يعني ايه ما عليه من ثياب وايه وسلاحه يبقى ملكه ليه خارج عن الغنائم، دي مكافأة كده زي ده، يبقى السلب ما عليه من ثياب من ملبوس وغيره. فقلت من يشهد لي؟ طب ومين اللي هيشهد لي بقى في الرجل اللي حضني ده وكان هيموتني بعد ما قتلته، والظاهر كان عليه بقى ايه درع فخم وعنده سيف، ده حاجة قيمة يعني. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. فالنبي شايفه كل شوية يقوم ويقعد يقوم ويقعد، قال له تعالى هنا ايه الحكاية. قال ثم قال النبي مثله فقمت، فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل صدق وسلبه عندي، صدق فعلا هو اللي قتله، بستنى اللي قلعت الراجل ثيابه وخدت سلاحه وعندنا حسته، فأرضيه مني فخليه سامحني عليهم لأن أنا عايز أخدهم يا رسول الله. فأرضيه مني يعني إيه؟ يعني أنا هم عندي بس إيه، خليه سامحني وما ياخدهمش مني بقى، لأنه كان إيه مبسوط منهم شوية، الظاهر كان معاه بقى لابتوب وموبايل حاجة فخمة كده ومعاه سيف مش عارف إيه، حاجات كده قيمة وساعة بقى ومش عارف إيه وحاجات كده اللي هي من ايامهم يعني حاجات بتاعتهم يعني. فقال رجل صدق وسلبه عندي فارضيه مني. فقال ابو بكر لا الله، يعني لا والله ابدا، انت ما قتلتوش تاخدها ليه باي حق؟ لا الله، اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. شوف اهو اسد، اهو اسد يبقى مجاز، ويقول لك ما فيش مجاز في السنه، اسد يعني مقاتل شجاع بالمعنى المجازي، وابن تيميه يقول لك ما فيش مجاز في السنه ويمشي وراء الوهابيه، لا اروا بخاري ولا اروا صحيح مسلم ولا اروا حاجه، عشان تعرف بس ان القضيه قضيه ايه انبنت على جهل كبير. انكار المجاز في القران والسنه مبنيه على جهل كبير، وانبنى عليها مذهب الوهابية، وانبنى عليها مخالفة ابن تيمية للإجماع في صفات الله عز وجل، فجسمه وجعله في جهة وجعله جالس على العرش وله وزن، حاجة غريبة الشكل، كل ده بسبب الجهل. يقرأه بيقول له إيه، إلى أسد من أسد الله. طب هو النبي كان بياخد معاه أسود من جنينة الحيوانات كده علشان تحارب معاه، ولا بياخد معاه جنود شجعان بيسموهم أسد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا حمزة أنت أسد الله، سيدنا حمزة أسد ولا كان رجل؟ قال له أسد الله يعني شجاع، وفي الآخر يقول لك ما فيش مجاز في القرآن والسنة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، عشان تعرف التقي زلة العالم. إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، أبو بكر صدق، فأعطيه فأعطاني، فابتعت به مخرفا. شوف السلاح بتاعه لما باعه اشترى بيه بستان، يعني دليل انه كان حاجة غالية قوي، اشترى بيه بستان ونخل وارض وشغل عزبة، فهم؟
فابتعت به يعني اشتريت به مخرفا يعني بستانا يعني فيه أشجار ونخل في بني سلمة إنه لأول مال تأثلته في الإسلام، أول مال ادخرته، تأثلته يعني ادخرته. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه. يختله يعني إيه؟ يعني واحد مشرك بيشغل مسلم عشان التاني يلف من ورائه يقتله. يختله يعني يخدعه، يختله من ورائه ليقتله. فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله. أصيبغ يعني إيه؟ يعني ضعيف من ضعاف قريش. أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته في الإسلام. ونقف على باب غزاة أوطاس اللي هي غزوة أوطاس إن شاء الله يوم الجمعة 26 يناير. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وادعوا لنا أن ربنا يوفقنا ويتقبل منا هذه السفرة ويجعل فيها الخير لنا ولكم وللمسلمين، وأن يعيدنا غانمين سالمين مأجورين يا رب العالمين. وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين.